بشارين هي الاسد، بشار الاسد هي حمود مثل ما كنت شايفين. وين لجني؟ عم شلون تستنى لجني تفوت على حمص تفوت تشوف بس شو صار بحمص؟ حمص قديم تحت طريق. حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا بشار. كله بالتاريخ مشان 20/4/2012. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين لجني بس تفوت تشوف حمص شو عم يصير فيها؟ بس تشوف البيوت تدمرت بيوت. بس شو عم تستنى تفوت على حمص؟ لحتى ينهينا على الاخر؟ الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر عليك يا بشار. حسبنا الله ونعم الوكيل. زين اخي زين خلينا ننزل قبل ما